انا هعمل ايه؟ انا هضربهم كلهم في الخلاط، يعني انا هعمل الخليط ده في الخلاط عشان تبقى حاجه سهله على حضراتكم، مش عايزه اصعب عليكم. ايه، نشتغل بحاجات كتير في المطبخ والخلاط سهل كمان في تنظيفه. طيب بسم الله. طيب هناخد اول حاجه، بسم الله، التلات بيضات مع قشر الليمون مع الفانيليا. خلاص هحط كده التلاته بيض والفانيليا، قشر ليمون، ممكن يبقى قشر برتقال، هضيف عليهم كمان المعلقه من الزنجبيل الفريش صغنونه. اللي عايز يضيف رشه قرفه ينفع، بيبقى ماتشنج جدا يعني بيمشي مع التفاح حلو قوي. طيب هاخد كمان كده الزبادي، وعندي العسل او السكر الفركتوز او سكر الدايت، هيبقى بمقدار تقريبا معلقه او معلقتين على حسب الانواع اللي حضراتكم بتستخدموها. هخلي بقى دول كده على النشا على جنب مع الدقيق، بس خليني الاول اضرب دول كده ضربه مع بعض وبعدين نشوف هنعمل ايه. بسم الله. نيجي بقى ناخد السكينه اللطيفه دي ونقطع التفاح ده مع بعض. انا عايزه اقطعه تقطيع طبيعي جدا عادي بقشره، حطه بقشره، بس هشيل البذر بتاعه كده. اللي مش حابب القشر مفيش مشكله يقدر يشيله، بس انا هعمله بالقشر، اصلا مش هيبان له اثر وهيدوب اساسا يعني، فما تقلقوش من الناحيه دي. بس هستخدم الفاكهه الطبيعيه، هي فيها نسبه سكر كويسه، فانا مش محتاجه ان انا احط نسبه سكر كبيره في الكيك ده. معانا ام ملك من القاهره، يا اهلا وسهلا. ام ملك ازيك يا استاذه عظيمه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. الحمد لله، انا بشكرك جدا على الاكلات الجميله والله بجد. تسلمي حبيبتي، يسلم ذوقك والله، شرفتيني. اه والله يخليكوا، عملت قدرة قادر والله طلعت جميلة ما شاء الله. تسلم ايديك يا حبيبتي، تسلم ايديك. اه بس كنت عايزة اسأل حضرتك على سؤال كده. اتفضلي. ايه، انا عملت الكريم كراميل، يعني مش عارفة يعني هي طلعت حلوة وطعمها تحفة. بس هي يعني تحس الكراميل الكريم كراميل قطع كده من فوق زي كأن اللبن لما بيقطع كده. انت عملتيها بلبن لبن البودرة ولا عملتيها بلبن حليب؟ لا لبن بودرة. طيب بصي، انت عيرتي، اصل هي معاييرها مظبوطة جدا، لازم بكوبايه. انا عيرت بس الميه، ما عملتش زي ما انت عملتي السكر والميه وبعد كده كملتي. ما بصي بقى، اهم حاجه انا ليه قسمت نسبه الميه، لازم السكر ده يدوب في الميه تماما، لو بان له اثر حبيبات هيخليه عامل الاحساس اللي انت بتشوفيه مش ماسك نفسه كده، هيبدا يتقطع منك. اه زي الخرط كده. الله ينور عليك، لان احنا مستخدمين سكر سنترافيش ناعم عادي، يا اما البديل تستخدمي بقى سكر بودره. ولا يهمك، بس هي كفايه ان طعمها حلو. انت عرفتي فين النقطه، اهم حاجه تتفاديها. انا دايما بسخن ده عشان لازم ادوب السكر كويس جدا. على فكره حتى في الكريم كراميل اصلا الطبيعي هنعمله مع بعض بتاع الفرن، بس باللبن الحليب عشان الناس اللي بتحب تستخدمه باللبن العادي. بس ساعتها لازم اسخن اللبن، وبعد ما بسخنه لازم بدوب نسبه السكر، وبعدين ابقى ضامنه انه دايب 100%. بستخدم سكر عادي مش سكر بودره. طيب كده ادي التلات تفاحات. احنا متفقين بقى البديل بتاع الماده الدهنيه ايه؟ اما فاكهه زي اللي احنا حاطينها، اما زبادي. يعني انا بصراحه مش عايزه احط لا زيت ولا زبده ولا اي حاجه، انا عايزاها تبقى خفيفه كده وطبيعيه وجميله. بس نستخدم السكر اللي في الفاكهه الطبيعي. نحط بقى، نضيف الدقيق، شوفوا خليط سهل وبسيط وان شاء الله تبقى سهل. انا هعاير بس الاول اول كوبايه، احط عليها البيكنج باودر. بسم الله، ادي باكل بيكنج باودر والنشا.
وبعدين هضيف التلت او ربع كوبايه اللي باقيه. شوف كده انا هاخد نص، وهقول لكم خدت مني كوبايه ونص ولا كوبايه وربع. كده اخلط الاول. هزود عليها يبقى هي تاخد كوبايه ونص من الدقيق. عايزه اقول لكم لو حبيتوا تحطوا رشه قرفه كمان مفيش مشكله، بس ريحه الجنزبيل رائعه. ناخد بقى كده ادي الخليط هحطه هنا عشان حضرتك تشوفوا برده شكله عامل ازاي. وبعدين هجيب القالب بتاع الكيك وفرشة هدهن بس كده الحروف، ودي نفس القالب اللي انا عملت فيه النسخة اللي حضرتك هتشوفوها، مش هنضف هو نضيف اساسا. فخليني اخد بس نقطة من الزيت، زيت النباتي عادي بس كده، واحطها افرش بيها هنا. لازم مهم قوي ان انا حتى اعمل الاماكن العاليه في عشان لو عليت الكيك. اي بقى نوع كيك حضراتكم هتعملوه، في ناس بتحب تضاعف الكميه فتعملوا كيك كبير قوي ضخم، اهم حاجه اغطي دول لان هو بيلزق هنا كمان، فلما تيجي تشيليه هيبقى مفكك من الجناب بس من هنا ماسك فيبوظ لك شكل الكيك. انا عايزاكي تبقي مبسوطه من اول ما تعملي الوصفه لحد ما تخلصيها وتقدميها، انت شايفه انها بيرفكت يعني 100% مفيش عندك فيها مشاكل خالص. اهو كده هبدا بقى اصب الخليط. خليني برضو اجيب سباتشولا كده عشان ابقى قلبته تقليبه كمان. اهو بسم الله، اللي عايز يقشر التفاح يقشر، اللي مش حابب القشر بتاع التفاح يقشر. ممكن نحط مكان قشر الليمون ده قشر برتقال، وممكن ما نحطش خالص، يعني حضراتكم تعاملوا مع الموضوع بطريقه بسيطه. انا يهمني قوي انه يبقى سكر جاي من الفاكهه، حطيت فاكهه، حطيتش زبده، ما حطيتش زيت، ما حطيتش حاجه من المواد الدهنيه كتير. نسبه السكر عندي النسبه المخصصه لحضراتكم، لو هستبدلها هستبدلها بعسل ابيض، وبتبقى النسبه النص، يعني انا بحط كوبايه سكر هاخد ربع كوبايه عسل ابيض، لو باخد كوبايتين سكر هاخد نص كوبايه عسل ابيض، الفرق شاسع برضه لازم نقلله. طيب دي شكل الكيك، انا دلوقتي هدخلها الفرن على حراره 180 وهسيبها حوالي من 25 ل 30 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن عند حضراتكم، وبعد كده هنطلعها مع بعض هوريكم شكلها ازاي ونقطعها سوا. وهناخد فاصل لسه. طيب خلينا ندخل حاجه الفرن الاول. هنبدا بقى نعمل ايه، احنا دخلنا الكيك الفرن هنعمل القراقيش الناشفه. خليني اوريكم شكل الكيك عشان لو ما طلعتش. بسم الله، انا عملته في نفس القالب اللي حضراتكم شفتوني حطيت فيه نفس الكيك. اهو ده القالب بتاع الكيك، انا بس ايه ممكن اجمل بشويه جوز هند جنبها بس كده هنا كده عليها على الوش يعني بس وهقطع لكم حته تشوفوا برضو حضراتكم الاخبار ايه بتاعتها. وعندي هنا جنب البسكوت بما انه فيه فول سوداني فاحنا هنحط شويه كده من الفول السوداني، وهنجمع كمان مع بعض القلوب بس يهدى شويه، نحط كمان شويه القلوب الحلوين اللي احنا طلعناهم دول، شويه بالشوفان وشويه ساده. هقطع لكم حته من الكيك تشوفوها، ونبدا نعمل ان شاء الله وصفه القراقيش الناشفه. ادي الكيك، بصوا طري اهو، ده الكيك. خليني اهو اوكي عشان برضو تبقوا شايفين شكله من جوه عامل ازاي. طبعا التفاح احنا متفقين دخل في وسط الكيك، احنا عملناه لو احنا كنا عايزين ممكن تضيفوا نقطه ليمون لو انتوا عايزين يبقى التفاح فاتح، بس انا مش عايزاه يغير في طعم الكيك ولا يقطع في الخليط بتاعه، عشان كده انا حطيت قشر الليمون احاول اعوض ده مع التفاح الفريش اللي انا حطيته الثلاث تفاحات الكاملين.